ديزيز ان بوز ميل اند فيميل بتبايت وتساك البلاد. الفود بتاع الميل هو البلاد، الفود بتاع الفيميل هو البلاد، فالميل بيبايت هيومن وتيك البلاد ميل. تالت حاجة عاوزين نعرفها انها هوست سبيسيفيك، يعني ايه؟ يعني في فليز بنقول عليها الهيومن فليز تحب تبقى موجودة على جسم الإنسان وتاخد الوجبة بتاعتها من الدم بتاعنا الهيومن بلاد، فدول بنقول عليهم هيومن فليز. هيومن فليز يعني ايه؟ يعني ما بيحبوش ناحيتنا او ما بيحبوش ياخدوا بلاد ميل غير من الإنسان. في مجموعة فليز تانية بنقول عليها انيمال فليز، الفيفورت بلاد بالنسبة لهم الانيمال بلاد، يعني عمرها ما تيجي تبايت الهيومن تاخد البلاد الا لو مضطره في ازياء الحدود دي تكون دار، انما البريفربل كايند اوف بلاد هو الانيمال بلاد. تمام؟ عشان كده بنقول عليها بوز سبيسيفيك. رابع معلومه مهمه بالنسبه للفليز انها بتكتر في وقت تغيير الفصول، زي الوقت اللي احنا موجودين فيه كده، السبرينج والاوتم، الربيع والخريف. دي كلها كده ايه معلومات. هنا دي بلاد اوف هيومن وماشي في الجاردن والفليز هي على الريكس بتعمل ايه؟ هي الفليز دي هامري وعايزه تاخد البلاد ميل، وانس خدت البلاد ميل بتبعد عننا خالص. تالت افتكر انها تمبرري اكتو بارازايت، تمبرري يعني مؤقت، واكتو بارازايت تبقى على جسمنا مفيش هيومن فلي يدخل جوه جسمنا. خلاص؟ دي فور اندرستاندينج. نيجي بقى للحاجه المهمه، ايه الميديكال امبورتنس بتاعت الفليز؟ نيجي للفلي اللي بتبقى موجوده على جسم الانسان وتحب تاخد البلاد ميل فروم مان، ايه الديزيزز اللي ممكن تنقلها؟ اول ديزيز بتنقلها مشهور كلنا عارفينه، مرض البليك او الطعام. يبقى ادي شكل الهيومن فلي اسمها بيوليكس ايريتس، ده الاسم العلمي، المفروض ان الناس بتوع الساينس عارفين شكلها بالظبط، يفحصها كده ودي الهيومن فلي اسمها ساينتفكالي بيوليكس ايريتس. دي لو وقفت على جسم عيان من بره على السيرفس وخدت البلاد ميل وده كان طلع عيان بالبليك، هتاخد ايه من دم العيان ده؟ هتاخد نوع من البكتيريا كول يرسينيا باستس. خلاص؟ احنا اتفقنا ان احنا لازم نعرف الميكانيزم اوف ديزيز ترانسميشن، يعني لما بتاخد هنا ديس كيس اليرسينيا هتخش الديفلوب الالمنتري كانال ازاي؟ ادي زي ما اتفقنا ده شكل الالمنتري كانال، وعيني على الصمود هي دلوقتي وقفت على جسم الديزيز بيرسون اللي هو سافرنج فروم بليك او طاعون، خدت اليرسينيا هتدخل، هنشوف بقى هيحصل ايه جوه جسمها قد ايه؟ تدخل كده انسايد ذا هيومن، هيبتدي اليرسينيا مالتيبلاي تزيد في العدد. يبقى ناخد بالنا مفيش تشينج، مفيش ديفلوبمنت، كل اللي حصل انكريز النمبر. بعد كده هيحصل ايه؟ رجعت تاني على الماوس بتاعت الفلي، بحيث دلوقتي الفلي دي ريدي تو انفكت. هتنفكت ازاي؟ لما تيجي تبايت اني هيلثي بيرسون وهي بتاخد الدم هتنزل الحاجه اللي في الماوس اللي هي اليرسينيا باستس. يبقى العدوى جت ازاي؟ من قدام. فعشان كده مكتوب في الكتاب عندكم anterior station. يبقى anterior station ده تعبير معناها ان infection from in from. تمام؟ يبقى كده عرفنا how human flea بارودر على جسم الانسان بينقل البلاي. بينقل ايه كمان؟ ديزيز تاني كود endemic او urine typhus. endemic يعني متوطن. تمام؟ ودي مرتبطه ان الديزيز يبقى متوطن، مرتبطه ان اللي بتنقله الفليز انها temporary. واخدين بالكم ازاي؟ دايما اي temporary active parasite لما بينقل الديزيز بينقلها بصوره endemic. هي دلوقتي هتاخد من جسم العيان نوع من الريكيتسيا اسمها ريكيتسيا موزيراي، او ممكن تقولوا ريكيتسيا تايفي، وهي هيها لو انتوا عشان تربطوها بالنيوراين تايفس. لما بتاخد الريكيتسيا برضه هتدخل على الالمنتر كمان، هنشوف هيحصل ايه ونقارنها باليرسينيا اللي بتعمل ايه. ادي دلوقتي خدت الريكيتسيا، شايفين دخلت فين؟ دخلت انسايد السيلز اللي هي لايننج الابيثيليوم بتاع الالمنتر كمان او طفلي. وانسايد ذا سيل هتبتدي تنكريز النمبر، السيل دي لها سبيس او مساحه محدوده هتتملي، هيحصل لها رابشر. لما بيحصل لها رابشر يبقى هنبص نلاقي ان الريكيتسيا رجعت تاني في الهيومن واتجمعت ورا. خلاص؟ بحيث انها تخرج مع الاسطول بتاع الـ
الانسولين مش هتخرج مع الماوس او مع السلايفا، فهنا بتقول الانفكشن از بوستيريور ستيشن. يبقى الريتيسيا خدتها مع البلاد ميل وخرجتها بعد ما زادت في العدد مع السكون. طيب الانفكشن هنا هيحصل ازاي؟ المود اوف انفكشن هي خارجه مع السكون. دلوقتي الفلي دي معديه، ده بتاخد دم من شخص سليم، الدم ده بيستيموليت الديفيكيشن، خرج السكون في الريتيسيا. اول حاجه هتكونتامينيت السايت اوف بايت، اي حد لما بيرقصوا اي بعوضه دبان اي حاجه بيرقش مكان البايت، فالسكراتشنج ده بيسمح للريتيسيا انها تخش من السايت اوف بايت. تمام؟ يبقى هي خارجه مع السكون، هتكونتامينيت السايت اوف بايت مع الايتشنج هيسمح لها انها تدخل. ساعات دورين الايتشنج نفس الفلي بتتهرس كده فيحصل لها كراشنج، وبرده ده بيسهل دخول الريتيسيا فروم ذا سايت اوف بايت. بيقولوا الساينتست ان كمان السكون ده اللي مليان الريتيسيا لو دراي نشف بيبقى ستيل الريتيسيا فايبل، وسهل قوي انها مع الدست مع التراب يحصل لها انهاليشن ويتعيد بيها شخص كمان. يبقى سهل قوي انها تتعدي one of these methods، يا اما يحصل skin contamination بالفيسز at the site of bite، او حصل crushing للinfected lymph during itching at the site of bite، او حصل inhalation للdry feces بتبقى still rickettsia viable for a long time وسهل تنقل الانفكشن. طيب يبقى احنا كده نفتكر الهيومن flea بتنقل لنا two real diseases، plague والendemic or rhinitis. نحفظ الاسماء دي كويس قوي. طيب لو سالنا ايه الميكانيزم اوف ديزيز ترانسميشن، نبص كده وايه اللي حصل؟ حصل جاست انكريز ان نمبر. تمام؟ يبقى ما خدتش الحاجه ميكانيكال، دي بيولوجيكال، بس نوع البيولوجيكال ايه؟ بروباجيتد. تمام؟ بروباجيتد ترانسميشن. ده بالنسبه لاهم تو ديزيزز بتنقلهم للهيومن فلي. نيجي بعد كده نشوف شويه صور. دي بقى المتخصص جلديا لازم يبقى عارف الفليز والمشاكل اللي بتعملها الفليز. دي جاست البايت بتاع الفلي عامل ديز سكين ليجنز. نيجي بقى نشوف انواع الفليز اللي بتبقى على اجسام الانيمالز. دي الكات عماله تخرج جسمها في الارض، ليه؟ لان الفليز الكات فلي على جسمها والبايت فبتضايقها، لو جينا شفنا الهيرز بتاعتها فتحناها هنلاقي الفليز موجوده كده. كات فلي نوت هيومن فلي. تمام؟ ادي برضو حته السكين نتيجه البايت، السيركل البيضه دي بتورينا الفلي وهي بتاخد البلاد ميل، وادي الانيمالز اللي هم بيجت انفكتد وذ انيمال فلي. يبقى الانيمال فليز ممكن تنفكت الكاتس الدوجز البريكس. لحد دلوقتي بتاخد البلاد ميل منهم، احنا ما فيش اي مشكله عندنا. المشكلة تيجي ازاي بقى؟ الانيمال فليز دي ادي الدوج فلي والكات فلي والراد فلي. طبعا التفاصيل الفرق بالشكل بتاعهم ده للساينس نوت فور اس. احنا مشكلتنا ان احنا الانيمال فليز دي ممكن تعمل لنا ميديكال ريبورتز. مين فاكر كده؟ فاكرين الهلماتس؟ تمام؟ احنا خدنا ان الانيمال فليز بالذات الدوج فلي والراد فلي ممكن تبقى انترميديت هوست لسامي منزل انفكشنز. زي ايه؟ الراس اللي ممكن تبقى انترميديت هوست للهايبرمارس نانا والهايبرمارس ديمينيوتا، والدوج اللي تبقى انترميديت هوست للدايبيديا كمان. الحاجه اللي عايزين نفتكرها، الانيمال فليز مش هتخرج، مش هتنقل لنا ديزيز زي الهيومن فلي. الانيمال فليز بتنقل لنا الهيومنز دي ازاي؟ نفتكر القصه. How can fleas transmit infection to man؟ ادي الفيميل فلي دلوقتي هي عايزه تتوالد، فبتعمل ايه؟ بتيجي تلاقي الاكس، بتنقي الحته اللي هتحط فيها الاكس اون ذا جراوند، يبقى فيها فترات الانسان اللي هي السول اوف هيومنز. هي بتبقى اون بيربز بتدور على حته فيها انفكتد سول او سول اون ذا جراوند وتلاقي الاكس عليها. ليه؟ لانها بالغريزه عارفه ان الاكس دي هتكاتش، هتخرج منها لارفا صغيره محتاجه اورجانيك ماتر تو فيد اون، فهي بتفيد على الاورجانيك ماتر في السول. ده انفكتد سول. انفكتد يعني فيه ايه؟ في ممكن الاكس بتاع الهيبنوبس نانا، الاكس بتاع الهيبنوبس ديليوتا، والاكس كبسول بتاع الدايكليديا كمان. دلوقتي اللارفا اللي
هي الكبسولز بتاعت الكلاين. لما هتبلع الباك بتاع الهايمون بسنانك جوه الجسم اللارفا بتاعت الفلي هتتحول للستيج اللي اسمها سيستي سيركويد نانا. لو بلعت الباك بتاع الهايمون بسنانك جواها هتكون اللارفا اسمها سيستي سيركويد ديمينيوتا. لو بلعت الكبسولز هيتكون جواها لارفا اسمها سيستي سيركويد كانينا. خلاص يبقى في جين دلوقتي degeneration of leaves لسه في اللارفا ستيج infected جواها سيستي سيركويد نانا او ديمينيوتا او كانينا نتيجه ان اللارفا دي كانت من اورجانيك ماتر في الاسطول وبلعت الاكس. اللارفا خلاص شبعت هتتحول للستيج اللي بعد كده اللي اسمها البيوبا. لما تتحول للبيوبا ستيج بتبقى ستيل كونتيننج سيستي سيركويد نانا ديمينيوتا او كانينا. البيوبا ستيج دي داز نوت فيد بتتنفس بس وانسايد ذا بيوبا ذا ادلت فلي ديفلوبس. لما بتديفلوب هتخرج من البيوبا ويبقى عندنا جيل من الفليز اوريدي شايله الانفكشن جواها سيستي سيركويد نانا او سيستي سيركويد ديمينيوتا او كانينا. الانفكشن كمان بيحصل ازاي؟ لما الفلي دي تقع في اور فود او ان اور درينك. الفلي دي حجمها صغير جدا ممكن الناس اللي هم عندهم باد هايجين ما ياخدوش بالهم ان الفلي برضه في الاكل بتاعهم. لما هناكلها هيبقى عندنا ورم في الانتستن اسمها نوركس نانا او نوركس ديمينيوتا او دايبيتيال كانينا. تمام؟ يبقى لو سالنا الميديكال امبورتنس اوف فليز هنقول ان هي فيكتور تو ريال ديزيزز البليك والاندامك والميورانتايتس. دي الهيومن فليز. الانيمال فليز مشكلتهم معانا ايه؟ they act as intermediate host to three helminths, Haemorrhagus nana, Haemorrhagus diminuta, and Haemorrhagus diplegia canina. نيجي بقى نشوف عندنا نوع من الفليز موجوده في مناطق معينه، موجوده في ساوث امريكا، موجوده في مناطق في افريكا والفار ايست. الفليز دي او الفلي دي اسمها تانجا بينترينز. لو نشوف شكلها كده شايفين ايه اللي بيميزها؟ الهيد بتاعتها لها انجل. هي الفلي دي اسمها تانجا بنترانس بتبقى موجوده في ذيس اريا ساوث امريكا وافريكا بعض المناطق من افريكا والفار ايست. بتبقى موجوده في الارض الترابيه الداستي سويل وبتبقى الناس عندهم باد هايجين بحيث ان هم بيمشوا باد فوتد اون ذيس داستي سويل. هي موجوده في التراب واي شخص ماشي باد فوتد بتهجم عليه. برضه هي عايزه بلاد مير فالانجلر هاد بتروح داخله دايما في الحتت السهله تدخل بتوين ذا توز في السول اوف ذا فوت ما تجيش عند الكعب ليه؟ لان السكين بيبقى فيك. بتيجي بتوين ذا توز او في السول اوف ذا فوت تروح مدخله الانجلر هاد وتسك البلاد. البلاد ده بتعمل بيه ايه؟ بتخلق بيه الاكس بحيث انها تتبلي بالاكس وبعدين الاكس دي تنزل على الارض تروح عامله لها لايك اون ذا جراوند. يبقى احنا بالنسبه لها مجرد سورس اوف فود هي بلاد ساكن. وده اللي بيحصل ان لما بتاتاك بتوين ذا توز او في السول اوف ذا فود طبعا السايت اوف بنتريشن بيحصل فيه سوالين وبعد كده بيأنسريت وهي رجل العيان بتتدخل خالص. يبقى نفتكر انها بتبقى في الداستي سايد ونفتكر انها بتاتاك هيومنز مين اللي ماشيين باب فوتد اون ذا ساندي سايد. هي جايه تاخد البلاد مين. بصوا ادي الاريز اهي نتيجه انها عملت بنتريشن وتفضل تكبر. وساعات الاكس لو حصل ان هو حس بالبين وابتدى يخرج فيها الاكس دي بتبقى ديسبيرس في التيشو وبيحصل سيفير تيشو رياكشن والعيان بيبقى سفرنج الوت وفي سيفير بين. العيان ده اللي هو دخلته او دخلت كلبه بتوين ذا توز او في السول اوف ذا فوت بتعمل بنترينز بنقول عنه ديزيز اسمه شيبرز ديزيز او شيبرز ديزيز. خلاص؟ بليز ناخد بالنا من الاسم ده عشان احنا خدنا في البروتوزوا حاجه اسمها شاجرز ديزيز. نبقى مصحصحين في الامتحان في الاسم في الام سي كيو ما نلخبطش شيبرز ديزيز من شاجرز ديزيز. شاجرز ديزيز ده سببه التريبانوزوما كروزو. تمام؟ انما ده ارثروبود بتاع السكين ليجن موجود في السول اوف ذا فوت وان بتوين ذا توز اسمه شيبرز ديزيز او شيبرز ديزيز. الدكتور بيتعامل معاه زي ما ده بيتقلب هيروح للدكتور. الدكتور بيعمل ايه؟ بيعمل لها سيرجيكال موفر بالفورسبس يحاول يطلعها يحط انتي سبتيك دريسنج
وطبعا نديله بقى انستراكشنز بالهايجين، ما ينفعش ان احنا نمشي بير فوت خصوصا لما تكون الايه، بصوا اهي زي بيطلعها بالفورسبس ويحط انتي سيبتيك دريسنج وتنهي البروبلم على تمام كده. احنا قلنا الميديكال امبورتنس اوف الهيومن سليب موجوده اول اوفر ذا وورلد، بتنهي بلايك والميورال تايفس او الانيمال فلي انترميديت هوست سريكل منسز، والسبيشال فلي اللي موجوده في سبيشال بارتس اوف ذا وورلد اسمها تانجا بنترانس، وقال البروبلم اللي بتعملها كلها في السكين اوف ذا فود. نقول بقى كده بسرعه كده معلومات عامه، هاو تو كنترول الفليز. الهيومن فلي نعمل ايه؟ المكان اللي فيه الهيومن فلي معناه المكان ده فيه تراب ومش متنضف كويس، يبقى المفروض ان احنا محتاجين نموت الفليز الموجوده في المكان اللي احنا عايشين فيه، تبقى موجوده في السجاجيد في الهدوم في الحتت اللي هي داستي، فهنرش الانسكتيسايد ونستعمل الفاكيوم كلينر. الفاكيوم كلينر دي مهمه جدا اكتر من اليوجوال ميثود فور كولكتنج داست. ليه؟ لان الفاكيوم كلين كان تيك فروم ذا كاربت اند ذا فلور ذا ايجز ذا لارفي كل الديفلوبمنتال ستيجز بتاع الفلي تمام؟ طيب ده بالنسبه للهيومن فلي. بالنسبه للفليز اللي على البودز بتاع الهاوس والكاس برضو هنحط الانسكتيسايدز اهي علشان نموت الفليز اللي موجوده على ريسك دوكس. ونفس الحكايه لو احنا هنكنترول الراتس، الراتس معناها ان المكان اللي عايشين فيه فيه شقوق والراتس هايدنج في الهولز في الفتحات وبيبقى على جسمها الفليز، وبتيجي تتقل لنا او تنط بقى الفليز اللي من على جسمها ده في اكلنا او شربنا. يبقى لازم نمبر 1 عشان نكنترول الرات فليز نرش انسكتيسايز تو كيل ذا فليز اون ذا بودي اوف ذا رات، وبعد كده نحط نرش انسكتيسايز ذات ويل كيل ذا راتس. والترتيب مهم لان احنا لو رشينا او حطينا مبيد يبوظ الراتس يبقى الفليز اللي على جسمهم هتنط وتنتشر في الارعب. المفروض ان احنا نموت الاول الفليز وبعد كده نموت الراتس، لان لو الفليز نطت من على جسم الداد رات هتقع في اكلنا وشربنا وتسبريد، ويبقى احنا كده ما حليناش المشكله. تمام؟ المشهور قوي الوافرين ده بيستعملوه بيموت بيه الراتس، بس نمبر 1 مش كيل ذا فليز اوف ذا بوديز اوف ذا رات بيفور كيلينج ذا راتس. دي حاجه مهمه قوي لازم نبقى عارفين. المراكب اللي جايه في المينا من دول ثانيه ساعات بيبقى المراكب دي فيها راتس ممكن تبقى جايبه لنا انفكشن، فلازم نعمل ايه؟ لازم نعمل حاجه اسمها كارانتين ميجرز. اي شيء اي مركب لازم الاول نقفلها قبل ما نطلع البضاعه منها او تاخر، وتترش بحاجه بدست بيكل الراتس وتتقفل لحد ما نتاكد ان كله ده الراتس والفليز اللي عليه قبل ما نفتح ونطلع البضاعه او الجودز وتبقى انتر في اور كاونتر. دي كده ايه فور اندرستاندينج هاو تو كنترول فليز. دي اي مشكله في الفليز ننقل على الارثروبود الثانيه اللي اسمها اللايس. تمام؟ اول حاجه عايزين نعرفها في اللايس ان هم كذا نوع. في نوع من اللايس اسمها العلمي بيديكيلاس هيومانس كافيتس، دي بتبقى موجوده او بتحب فين؟ تحت الارتشعلقه في الشعر بتاع الانفكتد هيومنز. وفي نوع من البيديكيلاس اسمها بيديكيلاس هيومانس كوربورس بتحب تتعلق في الفتن بتاع الهدوم او اي شعر في البادي. وفي نوع ثالث بيبقى موجود اتاتشد للبيوبيك هيرز اسمه سايروس بيوبس. طبعا انتم شفتوا شكل الادلت بيديكيلاس وسايروس بيوبس في البراكتيكال كلاس ايدنتيفيكيشن اند ذاتس ات. نيجي بقى نشوف اللايس دي برضه ايه الطباع بتاعتها او الهابس بتاعتها علشان منها نفهم ازاي بتنقل الديزيز. اول حاجه في الهابس بتاعت اللايس انها بقى على عكس lice are permanent ectoparasites. Permanent يعني ايه؟ يعني اللوز لازم يبقى جنبنا على جنبنا كده او في الشعر بتاعنا، لو اللوز ده وقع it will quickly die. لازم تبقى جنبنا، فبالتالي لما الانسان مثلا مصاب بالديزيز ده قالت له اللايس وحرارته ارتفعت، اللايس ما بتقدرش تستحمل
بتنزل خالص ده not suitable، بتروح نقطع على اي neighboring humans لانها لازم تبقى جنب السكين اوف مان اللي هو في temperature normal damage. خلاص يبقى دي one habit بالنسبه لللايس. تاني حاجه نتيجه انها permanent active parasite بتنقل diseases in an epidemic form. احنا قلنا الفليز بتكثر في تغيير الفصول في السبرينج والاوتم في الربيع والخريف، انما اللايس بتبقى موجوده اكتر في الوينتر. ليه؟ الدنيا بتبقى ساقعه، الناس قاعده مقفله زحمه ملزقه جنب بعضها، فده بيبقى مناسب انها جامب فروم انفكتد هيومن لهيلثي هيومن. خلاص السيزون بتاعها بتكثر في الوينتر. تاني حاجه عاوزين نعرفها بالنسبه لللايس انها اكتر وسيله بتنقل اللايس فروم هيومن تو انذر هيومن، الادوات اللي بنستعملها زي الفرش بتاعت الشعر، البراشز، المش، الجومز، اي هدوم بيبقى في الفتة جوه بتاعت الهدوم، فيها البيكلاس ومانس كوربورس اللي بنلبس الهدوم تيجي على جسمنا، وكمان الحاجات اللي بتتلبس على الشعر، الهاتس، اي طاقيه، اي حاجه لو فيها من شخص انفكتد بتتنقل لما الشخص الثاني يستعمل الادوات بتاعته. يبقى ترانسميتد ثرو جومز، الامشاط، البراشز، الفرش، والهاتس والكلوزز. دي معلومات كده قبل ما نتكلم على الميديكال امبورتنس بتاعت اللايس. احنا قلنا ان اللايس من ثلاثه، في بيديكولاس يومانس كابيتس في الشعر الهاد، بيديكولاس يومانس كوربورس في البودي، وفي نوع من البيديكولاس بتبقى اتاتش للبيوبيك هير اسمها ثايرس بيوبس. البي اتش في الاول دي ساين ثايرس بيوبس. مين اللي فيهم اللي بينقل لنا الريال ديزيز وخطيره جدا؟ اللي في النص بيديكولاس يومانس كوربورس. مجرد اللي فوق واللي تحت بيبقوا قاعدين على جسمنا ياخدوا البلاد مين، فبيعملوا سكين ليج المكان القرصة بيقلمنا وبيضايقنا، انما مش نوت ريبورتد ان هم نقلوا لنا ريال ديزيز. اللي بينقل ريال ديزيز هي البيديكولاس يومانس كوربورس البودي بلاكس. نشوف كده البيديكولاس يومانس كابيتس اهي بتبقى موجودة بالشكل ده، وكان بي سين باي ذا نيكد اي ماشية في الشعر، ولما تقرص تاخد البلاد مين بتاع الادم سكين ليجنز. دكتور الجلديه يفتح كده الاقي راس الفروه الراس بتاع البيشنت فيها انفلايم ريد سبوتس. هنا ابتدت تحط الايه الاكس بتاعتها، شايفين؟ ليه؟ لانها بيرمننت اكتيف بارازايتس، هتحط الاكس هتطلع منها اللارفا تعمل ادلت وهي لازقه جنبينا ما تحبش انها تسيبنا، تمام؟ بيرمننت اكتيف بارازايتس. وطبعا الشكوى اللي بيروح بيها المريض للدكتور اللي هرش في الهاد، يبقى دي كل اللي بتعمله الهاد لاوس، ما بتعملش اكتر من كده. نيجي بعد كده البودي لاوس بقى اللي قلنا الخطيره وبتنقل ريال ديزيز. بتنقل ايه؟ قلنا بتنقله في صوره ابيدامكس. اول حاجه بتنقل ابيدامك تايفس اللي هي بتقرص العيان بتاخد من دمه ريكيتسيا بروازيكيار. وبيحصل ايه بقى؟ تخش على الالمنتري كانال، هيحصل ايه؟ نشوف كده. عملت زي النيوراني تايفس، مالتيبلاي في الابيثيريال لايني، بلد البارازايت حصل لها رابشر، راح ايه تاني بقى كريتد في اليومن متجمع ورا، يبقى العدوى هنا ايه؟ بوستيريور ستيشن. تاني الريكيزي هتخرج ازاي؟ او العدوى هتتم ازاي؟ الفيزز لما نعمل سكراتش للسكين ات ذا سايد اوف واي، لو الفيزز ده بقى درايت سكين كونتينينج فايبر فيكيسيا، او لو احنا بنعمل سكراتش للسايد اوف واي عملنا كراش هرسنا هرس خالص الادلت فري، يبقى هتخش الريكيسيا. دي المود اوف انفكشن. طريقه العدوى هي الدكاتره بوستيريور ستيشن، البارازايت بيخرج او الاورجانيزم بيخرج ثرو ذا سكين. ده بالنسبه للابيدامك تايفس، بتبقى ان فورم اوف ابيدامكس. دايما بيقولوا ان بدايه الابيدامك بتبتدي قلنا بواحد عيان، العيان بحراره مرتفعة كل اللايس اللي على البادي هتجامب على النيبرينج اللي حواليه 5 6 10 بقوا ديزيز. لما بيبقوا ديزيز هتتنشر، يبقى في الشورت تايم عدد كبير جدا من هيومنز جات انفكتد، وعشان كده بنقول عليه ابيدامك تايفس. بيقولوا ان في وسيله ثانيه للابيدامك انها تبتدي، مش شرط ان واحد ظهر عليه الديزيز دلوقتي في حراره مرتفعه. بيقولوا ان في بعض السترينز من الريكيتسيا بروازيكياي بتبقى ويك شويه، فبتبقى قاعده بكميه قليله،
بتاعته ضعفت بقى ديبليتيتد الاورجانيزم الحيوان بلاي كميه كبيره وتظهر عليه المانيفستيشنز وتبقى دي ستارت اوف ذا ابيديميك. ده بيسموها بريل سنسر ديزيز. يبقى الستارت بتاع الابيديميك يا اما في بيشنت وعنده انفكشن واضحه ذا كيس اوف تايفس، يا اما بيكون شخص عنده البارازايت دورمنت خلاص فور ييرز وبعدين العيان ده جاله ديبرست اميونيتي فالبارازايت ماشي لايف وابتدى ستارت ا نيو ابيديميك. ده بنسميها بريل سنسر ديزيز. ده بالنسبه للابيديميك تايفس. في بقى انواع من اللايس بتبقى موجوده عند دايما في الحروب بيبقوا العساكر لما بيبقوا قاعدين كده في الحرب في خندق، بيبقوا قاعدين خمسه سته في الخندق كده وحواليهم الاسمنت المتاريس دي وقاعدين بقى مستعدين في الحرب. لو واحد من السولجرز دول عنده انفكشن او شايل على جسمه البودي لاوس وجات ديزيز ممكن انها تنط وتنقل على زمايله اللي موجودين في المكان ده. فبتعمل نوع من الانفكشن او ديزيز اسمه ترانش فيفر. ترانش يعني خربط، حمى الخرابة. بيبقى الليكيتسيا الموجوده في البودي بتاع اللاوس اسمها الليكيتسيا كوينتال. لما بيبقى واحد من السولجرز جات ديزيز على طول بيتنقل اللي حواليه. دي السبيشيز دي من الليكيتسيا اكتشفوها من ايام كده ما كانت انجلترا وفرنسا محتليه مناطق كتيره في افريقيا ولقوا العساكر بتوعهم بيسخنوا وابتدوا يشوفوا بقى لقوا واحد منهم شايل على جسمه البودي لاوس وهو اللي نقل الانفكشن لزمايله اللي موجودين في ترانش الخندق فسموها ترانش فيفر. تمام؟ ترانش فيفر نوع من الفيفر بس الاورجانيزم اللي بتنقله اللاوس هو ريكيتسيا كوينتال. هيدخل الانفكشن ريكيتسيا ازاي؟ اهي مع البلاد مين من العيان هيحصل ايه؟ هيحصل مالتيبليكيشن في اليومن وبعد كده هيروح فين؟ هيتجمع برضه في بوستيريور اند يبقى بوستيريور ستيشن طريقه العدوى بوستيريور ستيشن الاورجانيزم ريكيتسيا بتاعها تخرج مع الفيسز و during crushing of the lungs at the site of bite. نيجي للثيرد ريال ديزيز بتنقله البودي لاوس اسمه ابيديميك. ابيديميك ريلاكسنج فيفر العيان عنده حراره بتروح وتيجي وتنتشر في صوره ابيديميكس المسؤول عن الانفكشن نوع من الاورجانيزم اسمها بوريليا ريكارانس. بوريليا ريكارانس برضه اللاوس بتاخد البلاد مين سحبت البوريليا حديفايد جوه جسمها بص كده دخلت عشان مختلفه عن النوعين اللي قبل كده. ادي البوريليا داخله هيحصل لها ايه كده؟ عملت بنتريشن للوول اوف ذا الالمنتري كانال وسابت الالمنتري كانال وموجوده في البودي كافيتي. دايما بتوع العلوم بيقولوا ان الالمنتري كانال بتاع الارثروبود بتبقى عايمه في وسط فلويد كده اسمه البودي كافيتي بيبقى مليان بلاد ما عندهاش بقى بلاد فيسلز زينا في الخلط بتاعه الارثروبود بيبقى البلاد عباره عن ساك كده وجواه الالمنتري كانال. فهنا الاورجانيزم البوريليا عملت بنتريشن اللي هو موجوده دلوقتي في البودي كافيتي. يعني البودي لاوس لو كانت قرصت شخص الاورجانيزم مش موجود لا انتيريور ستيشن ولا بوستيريور ستيشن. العدوى هتتم ازاي؟ في حاله واحده بس لو العيان هو بيهرش عمل كراشي للاوس في الحاله دي هتخرج من البودي كافيتي وتكونتامينيت السايد اوف بايت. يبقى نفتكر ان الاورجانيزم disappear from the gut to the body cavity يبقى الميثود اوف ترانسميشن through crushing only. تمام؟ يبقى كده عرفنا الميديكال امبورتنس بتاعه البودي لاوس بتنقل لنا 3 ريال ديزيزز epidemic typhus trench fever epidemic relapsing fever. طب لو اتسالنا ايه ميكانيزم اوف ديزيز ترانسميشن؟ شوف الصور وحصل ايه للاورجانيزم؟ just multiply مش كده؟ يبقى هنقول الميكانيزم اوف ديزيز ترانسميشن بروباجيتيف. ده بالنسبه للبودي لاوس دي ريال ديزيز. في بقى في الحتت اللي هي السجون بتاعه الملاجئ اللي فيهم الايتام لما ما بيبقاش فيها اشراف صحي كويس بيبقوا الناس دول عندهم باد هايجين وممكن يبقى فيهم هيومنز في البودي بتاعهم لازقه على جسمهم اللايس واللايس دي قاعده بتعمل ايه؟ تحب البيرمننت اكتو بارازايت قاعده عشان وقت ما تروح تاخد
بتاعه كله فيه دوتس كده مكان السيتوكاين، فده بنسميه بقى بيديكيلوزس. خلاص؟ يبقى البيديكيلوزس او الاسم التاني هو اسمه فاجرونز ديزيز. ده مش ليا ديزيز، ده مجرد سكين ليجن، معناه انه عنده بيج نمبر اوف بودي لاس وقعد على جسمه فور لونج تايم واخدت مالتيبل بايتس، فالسكين بتاعه بيبقى متبهدل خالص. يبقى occurs in persons with bad heavy guts for long period. طبعا لازم يبقى عندهم bad hygiene، شايف الجسم العيان يبقى بالشكل ده. اخر بقى نوع اللي هو الثيروس بيوبس، ده زي الهيد لاوس، يعني ما بيعملش اكتر من ان هو سايت بايت، بيبقى فيه حته مختلفه بيبقى اتشي، انما از نوت داز نوت ريبورت ان هي نقلت اني ريال ديزيز. البودي لاوس هي اللي بتنقل الريال ديزيز. الثيروس بيوبس دي موجوده في من اسمها بيوبس، يبقى بتبقى اتاتشد للبيوبك هير، بس للبيوبك هير لا، ممكن تبقى اتاتشد للاكزيلاري هير وممكن تبقى اتاتشد للاي لاشز. يبقى دي الاماكن اللي بنلاقي عليها الثيروس بيوبس، المكان الاساسي اتاتشد للبيوبك هير، ممكن الاكسيلاري هير وممكن الاي لاشز، وممكن بصوا شايفين اهي دلوقتي اهي حاطه الاكس بتاعتها بيسموها نيتس، شايفين في الاي لاشز، وممكن تعمل انفلاميشن للليد مارجن اللي بنسميه الليفرايتس. الليفرايتس يعني انفلاميشن اوف ذا ليد مارجن نتيجه الايه الثيروس بيوبس اللي عماله بايت السكين عشان تاخد البلاد مير وتلزق لنا الاكس بتاعتها على الهيرز بتاعت الاي لاشز. تمام؟ كده خلصنا ميديكال امبورتنس والميكانيزم اوف ذيس ترانسميشن. ده بنتذاكر نعرف بقى ازاي نحب الكنترول كده اللايس. البودي لاوس النظافه بسطة بسطة كده، ها نستحمى والنظافه هي خلصنا من البودي لاوس. الهيد لاوس نرش، عارفين اللايسين المشهور ده، نرش هيكيل اللايس الموجوده في الهيرز. البيوبك لاوس نتخلص منها ازاي؟ باي شيفينج البيوبك هير، ممكن لو وقف الاكسيلاري هير هنعملها شيفينج، لو في اللاشز ما ينفعش شيفينج. بنعمل ايه؟ الدكتور بتاع يعمل مانوال اكستراكشن للنتس، وساعات بيحط اوينتمنت، الاوينتمنت ده بيكل البارازايت لما يخرج من الاكس. اسمه ايه الاوينتمنت؟ يالو اوكسايد اوف ميركري. الميركري ده بيكل البارازايت. ده هاو تو كنترول اللايس. في اي مشكله فيه؟ ننقل بقى على النوع الثالث من الارثروبودز اللي اسمهم البادز. البادز ده البادز دي على فكره يعني ممكن نعديها خالص، بس انا هقولها بسرعه لان انا قلت لهم ميديكال امبورتنس بتضايقنا بس كده. البادز دي اسمها العلمي ساينكس لاكتيولاريس، اسمها الادب ساينكس لاكتيولاريس. الانجلش نيم اسمها باد بادز، نفتكر باد هي موجوده في ايه؟ في البادز. ادي في البراكتيكال شفتوا شكل الادب، تمام؟ شايفين موجودة فين؟ ها؟ في المرتبة بتاعة السراير أهي، شايفين؟ أدي المكان اللي بتبقى فيه ساعات في الخشب اللي هو المولة بتاع السرير في الكراكس بتوع الباد باكس. يبقى كل المشكلة اللي بتعملها لنا إيه؟ إنها الشخص اللي نايم بالليل بتنط عليه تاخد البلاد مير تقرصه وهو نايم، فهيحصل إيه الشخص ده؟ مش هيعرف ينام كويس، هيبقى عنده إيه؟ إنسومنيا. تمام؟ هيبقى مش عارف ياخد راحته في ينام نوم عميق، فبيبقى عنده نيرفس اريتابيلتي. ذاتس ات. يبقى هي بتحب خصوصا انها بتبقى موجوده في الماتريس في البراكن وفي الخشب بتاع السرير، وهي على فكره نايت فايتر، يعني بتاخد تحب الوجبه بتاعتها بالليل. فالشخص نايم في السرير بالليل تروح حاطه على واخده البلاك بير تقرصه وهو نايم تستخبى، وتطلع تقرصه وتستخبى. فاللي بيحصل ان هو بيبقى مش عارف ينام، عنده انسوميا وعنده نيرفس انتابيلتي. ذاتس ات. في بقى الناس اللي بتحب تتفزلك تقول لك طب هي وهي بتاخد البلاد مير ممكن تاخد اي حاجه من البلاد وتنقلها ميكانيكال، ده كده ممكن تاخد الفيروس دي وتنقله ميكانيكال. كل دي اجتهادات، انما ما اتهمتش الدكتور
بانس ازاي؟ لان الباد بانس دي بتطلع سبيشال اودر نقدر نعرف منه ان هنا this place containing bad bugs. تمام؟ ونبتدي ناخد الميجرز بتاعتنا نرش انسكتسايز حاجه تو كيب الباد بانس. يبقى دي الهابس بتاعتهم هي ما بنحددهاش غير except when it's hungry. So we call it temporary active parasite. البلاد دي بتحب تاخدها بالليل فبتضايق الشخص النايم بالليل. وكمان بنطلع سبيشال اودر بحيث ان كان predict ان this place containing bad bugs. ادي اهي الاشياء تمسين باي ذا نيكد اي ماشي على ايد الشخص. شايفين بعد ما خدت البلاد دي بتاعتها جت العيان بالشكل ده. فطبعا الميديكال انفورمنس انها بتعمل له انسوميا ونيرفس اريتابيلتي. دي اهم حاجه نعرفها بالنسبه للبلاد بانس. دي كلها افتراضات او تخيلات انما نوت بروفن كيس. شايفين هنا السكين بتاع الشخص ده موجوده قدرته واولادها وكل حاجه يعني عايشه بتوارد واخر سعاده يعني. طبعا كل ده في الناس اللي هم عندهم باد هايجين. هاو تو كنترول بقى الباد باكس دي؟ نرش انسكتسايز تمام؟ لو المكان كتير بقى بتعمل ايه؟ نروح جايبين سلفر كبريت ونرشه ونقفل الروم اللي فيها باد باكس فور فيو دايز لحد ما كلهم يتكلوا ونقدر نخش بقى ونام براحتنا خالص. في ناس بيعملوا بقى مانوال كولكشن للباكس. يبقى الكونكلوجن بالنسبه للباد باكس ايه يا جماعه؟ انها بتبقى موجوده في الماتريس وبتبقى بايت during night وبتعمل انسوميا ونيرفس اريتابيلتي. ركزوا معايا خلاص قربنا في نوع من البجز خدتوها كده في الكورتيزونين فاكرها؟ قلنا عليها ويك بجز. تمام كده زي ما عملت خلاص؟ الويك بجز دي الحمد لله مش موجوده عندنا. ساعات عشان برضه اللي بيحب يقرا كتاب كده وما يفوتش ولا كده. بيسموها كول نوز بجز. ليه؟ لان هي بتاعتها بعد الكول واخدوديه الشكل. بيسموها كيسي بجز. ليه؟ لانها بتحب تاخد البايت فروم ذا فيس. تمام؟ وبيسموها اساسا يعني القاتله لانها ممكن تاند باي ديث اوف ذا بيشنت اوف ذا انكارتد بيشنت. وبيسموها باربرز. باربرز اللي هم الحلاقين. ليه؟ لانها بتبقى لوها بتبقى موجوده كتيره والشخص عند الحلاق بيحلق وتروح جاي على الفيس واخده البايت منه. فدي كلها نيمز لحاجه واحده اسمها الوينج بايت. طيب الهابس بتاعتها ايه؟ لاحظوا كده ان كلهم تمبرال مفيش غير الايس هي اللي بيرمننت. تمام؟ يبقى ما بتجيش ناحيتها غير وين اتس هانجري تيك ذا بلاد مين. ونبقى عارفين ان مش الادلت لوحده اللي بياخد البلاد. في اليانج ستيج بتاعت البارازايت اسمها نيمز. طيب هو ايه نيمز كده نعرف القصه بتاعتها؟ الادلت دي لما بتحب تتوالد بتحط اج. تمام؟ الاج دي هيتخلق جواها لارفا تكسر وتخرج. اللارفا دي هتتحول لنيمز، النيمز ده بيقرصها. وبعد كده النيمز يتحول لادلت. شايفين اللي باللون الاخضر النيمز والادلت هم دول اللي بيقرصوه. طب ايه الفرق بين النيمز والادلت؟ النيمز ده زي الادلت في كل حاجه اكسبت تو بوينتس، حجمه اصغر من حجم الادلت والسكشوال اورجانز لسه ما اتكونتش. فبنقول عليه نيمز ستيج. مين اللي ممكن يقرصونا؟ النيمز ستيج والادلت. لما بيبايت المان هيعملوا لنا ايه؟ ده النيمف اهو ولا بيبايت الادر؟ البايت بتبقى بالليل. وعايزين نفتكر حاجه مهمه كمان، البايت بتاعتها مش مؤلمه. نو بين. العيان ما بيحسش ان هو بألم عشان يتدفن. ايه الميديكال امبورتنس بتاع الوينج بايت؟ بتنقل ايه؟ احنا قلنا التانجا من الادفانس بتنقل الشيجرز ديزيز، قلنا دي بتلخبطنا مع الشاجرز ديزيز. يبقى الوينج بات بتنقل الشاجرز ديزيز او الامريكان تريبانسومايزس، بتاخد الدم العيان التريبانسوما الكروزي وتنقلها لشخص سليم بصوره شورت ستامبي ميتاسايكل تريبانسومز. الكلام ده قلناه قبل كده. فاكرين؟ ادي عيان او طفله عندها شاجرز ديزيز. دي من الحاجات المميزه. رومانس سايد. ازاي بقى الوينج بات بتاخد تنقل الانفكشن؟ هيتاخد من دم العيان البارازايت شكله سي شيب ريباتسوما كيوزي. الكلام ده قلناه قبل كده. جوه الالمنت الكنال بتاع الوينج بات هتتغير شكلها تاخد الشكل اوفر اسمه ايه؟ مستيبود. بعد كده البارازايت هيبتدي انكريز
مقشور ستامبي متساينت للكاريزوم متجمعه كده وتخرج مع الاسطول وهي دي الانفكتد ستيج. ايه اللي حصل للبارازايت هنا جوه؟ حصل انكريز ان تمبر وحصل ديفلوبمنت. يبقى نوع الترانسميشن هنا ايه؟ سايكلو بروباجيت. سايكلو يعني حصل ديفلوبمنت، بروباجيت يعني زاد في التمبر بتاعه. خلاص؟ كده خلصنا ايه؟ ثلاثه ارجن بولز، فليز، لايس، بايس. تمام؟ وعرفنا ايه وات تو ستادي وايه اللي في الناس مع بعض. ممكن تيجي اسئله ازاي في الجزء ده؟ ناخد اكزامبل. هيومن فلي ترانسميت بلايك باي ذا فولوينج ميكانيزم. يعني قايلين لك هيومن فلي ومدينا اسم الديزيز، دلعها خالص. هو عايز يعرف الميكانيزم بتاعه. سايكلو ديفلوبمنتال ولا سايكلو بروباجيتد ولا بروباجيتد ولا دايركت ميكانيزم؟ سايكل ديفلوبمنتال يعني الاورجانيزم او البارازايت بيتفلق هو الارثروبود من غير ما يزيد في العدد وداوت انكريز النمبر. سايكل بروباجيتد يعني بيحصل ديفلوبمنت وانكريز النمبر. بروباجيتد يعني بيحصل جاست انكريز النمبر. ميكانيكال يعني بياخدوا من هنا بيحطوا هنا من غير ما يعمل اي تشينج لا في الشيب ولا في النمبر. وايه دايركت يعني مش بياخدوا مباشره من الديزيز بيرسون بينقلوا مباشره ايه healthy person. تمام؟ طيب MCQ تانية. When bug transmit Chagas disease by the following mechanism؟ طيب عاوزين الشطارة دي بقى في الامتحان. أنا جاهزين كده الـ MCQs بقى آخر سنة يبقى فيه 30 MCQs. حلوا كده في خمس دقايق.